بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القواعد الأربعة تن أربعة مسرتات زبل كتاب حزنا ولله الحمد أبتي مالت كابتن أربعة أبتا سالسيتي بتحنا ألنا تسلسيتون لومين عاج الرسنا أبتر ربعتي بمؤتاو إن شاء الله تحستونا كتاب القواعد الأربعة كندم دمينا مالتيو إذا حجز لنا يا أرستي القواعد الأربعة تتحستونا انتايو النبي عليه الصلاة والسلام زتل أخو هزبي مالتيو النبي عليه الصلاة والسلام نامج أرشان مدم دمتا ناي نبياتين يوم أمو النبي عليه الصلاة والسلام لوخ كوينوم نبي كوينوم ناب هزبي دعوة قبر خلو توم مدعوين توم دعوة زقبر لهم زنبورو زتفالا لي عباداتات زقبري أمنيروم قالي أم نأنبياء قالي أم نصالحين قالي أم نأشجار قالي أم نأحجار نقرب نئمان كم زي زبالي بب عينته عباداتات زكايدو زنبورو النبي عليه الصلاة والسلام دما لم يفرق بينهم كله نرب قديفو نخالي عبادة زقبر انتدى أخوينو إذي كاب سلمنا وجه يسول زلو نقول لا تومي من النبي عليه الصلاة والسلام تقالي سمم ولذلك حد كابتي معنى ناي لا إله إلا الله انتاي انتدى إلنا لا معبود بحق إلا الله بحق عبادة زقبو بجكا حد الله تزيكوينو كل خالي باطليو ما كل عباداتات زكاية زنبورو باطل سلزخوني النبي عليه الصلاة والسلام نخلهم تقالي سمم نأنبياء كمي كم زنبرك المزيئة زنبرت كفلي تقسنا مالتيو كموين نصالحين كموين نأشجار نقرب عبادة يقبر خم زنبورو حديث أبي واقد الليثي برواية الإمام أحمد والترمذي إمام الترمذي حديث حسن صحيح زبولو مالتيو أبو انتايز بلالو أبي واقد الليثي لو خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين أي حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين لقتال هوزان نهوزان كنك ألسو كنك أتلو إلنا مسرسل عليه الصلاة والسلام مستبقسنا إبل ونحن حدثاء أحد بكفر أي أن أحدهم بالكفر قريب لأنهم من مسلمة الفتح يوم فتح مسلم سلزخونو نحنا سني كاب كفري نيرنا ناب سلمنا إذا أتنا لو جيزي حدس إيرو نيرو يبل حجي ناخدنا خلنا أبتمن قديلو وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم طبعا أب جيزي تي كفري شركي انكلنا زنبر زقبرو زنبرو توم مشركين يبل عابي قرب نيروم أبت قرب انتاي نيروم ينوتون بها أسلحتهم أسلحاتي أتوارناتهم سيفهم قرادي قلديو أبو أبت قرب ينتلتلو نيروم يقال لها ذاتي أنوات ذاتي أنوات إلوم دماني يسميوا نيروم زنتلتل لا بركه ركبتي أسلحاناتهم أبو ينتلتلو بو تبرو قيروم نابشر كزوسد من قد مالتيو دحراي تسكيمو ما خورو خلو ابتي شجر سلازنبرت كتعوتنا ازبل امنت نيروم مالتيو حجي كمزن رئيس لازنبرنا مس رسول عليه الصلاه والسلام دمانا بهوزان انداخدنا انكلنا اب غزوه حنين سني فمررنا بسيدرايبل عباي قرب دمانا صبوتي بزه قزل زلوان مسرعانا فقلنا يا رسول الله لمم اجعل لنا ذاتي انوات كما لهم ذاتي انوات كم توم مشركين ناتاتهم ذاتي أنوات زبرخولا شجر زلاتهم نعناد ماني كم ناتاتهم شجرة أسلحة ناتنا ننتلتل الله أبو بركان رخبولو كم زندو قبرو لنا إلو أي اجعل لنا سدرة ننوت بها أسلحتنا والنوت طبعا التعليق مالتيو ونتبرك بها إلو
ازي عينت ازي زبل نايم طبعا شعو شعو تناي كفر زنبرة تقال منتات نريوس لزنبرنا كم عينت دلينا مسبل نايم سني ولذا أغلظ الرسول صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نيب حقي ترير تزاري بمم أخبيدهم لهم مالتهم كبير زخون زربان النبي صلى الله عليه وسلم تزاري بهم انتهي لهم قلتم لهم إز زرباز تبلون دلهم والذي نفسي بيده لهم أنا بتا نفسي أب إدوز الله قويتا حدا الله بو يمحل لكم لهم النبي عليه الصلاة والسلام إز زربازي كما قال قوم موسى كم تي قوم موسى زبولو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لهم سيدنا موسى كم تنسهم آلهة زلهم نعنا دماني آلهة عبادة قبر اللو قبر لنا زبولو لك كم يتزربا إلهم إذا آيها زي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بسورة العراف مبل 130 شمونتن آيات ركب مالتي إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إنها سنن إلهم سنن لتركبون سنن من كان قبلكم إلهم النبي عليه الصلاة والسلام تقطعهم طبعا كبيت زربات زاربهم إلى مم النبي عليه الصلاة والسلام من قدي نايتهم كدميخهم زنبورو أبو دم الله سهزب الله نتد حرناتاتهم زخودو كموتيهم إلهم لتركبونا سننا من كان قبلكم لينزجروا ويحذروا ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل إذا كب يعني كبير نجر سلزخون الزبولو كم زعينتون بل سبات كموتيهم إلى مم النبي عليه الصلاة والسلام كم تناتاتهم من قدي ساتهم زقبورو كم آتهم زقبر كمتسي إلى من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك إمام النووي رحمة الله عليه نزا حديث زي ذكرهم انتايبلو وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبي زخوني قلت زخوني كابت تأمراتنا رسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بنور ناي نبوة زر يوم زنبره فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كم تي زبولو النبي عليه الصلاة والسلام كم ترخبوا إبل إمام النووي وحجلومي أبقرب كيدو قال دن تلتل كم زقبر بزح نقرات ترخيب الله وكم تزول وخينو إبل إمام النووي رحمة الله عليه كم زح حديث ذي طبعا بزح فوائدنا نركب أولا التحذير من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله مناتو قال قال سبال له جيغا كنسو حدا من قدي تبو كوينو ناب ربز قرار وخوينو يمسلو مالتي سلازي كاب شركي سبك تنقق اللو ولذلك ناب ربي قرار بني اللو اندابلي وهو أبعد ما يبعده من رحمة ربه كاب رحمان اي ربي زر حقو من قدي كحيزي خيلو انت دعا بدي من قدينا شريعا انت دعا تقوعيزو اب سخط ناي ربون كودقو يخيلو نحادي نقر بحانقولو ويبدليتو تبو يلو انت دعا زخيد كوينو مالتي كمون بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار والعكوف عليها تبرك مقبار بأحجار وبأقراب ديو بإمن ديو أبو كوفيل كا اعتكاف مقبار ديو نعو أبو قلملتات من تلتال من الشرك الذي وقع في هذه الأمة أبزو أمة زي زترق بشركي كم زعينة زي اللو ولذلك زي قليل نقر أيكونن مالتي والنبي عليه الصلاة والسلام إلهم مالت ندحريهم نتي ناتاتهم من قدي كدحزو كموتيهم زبولو لكعكم عينة زي ترخيبوا له مالتي ولذلك كابز حديث زي بزوح فوائد نرخبوا له بالعلماء قال انتهالو النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والكتاب فيما هو من خصائصهم وعباداتهم تناتاتهم خصائص تناتاتهم نعوم زمل كزلو نعاتهم تقليد مقبار نعاتهم تختل كامخاد إذا تشبه نعوم ممسال كل مخانو أبشري عناوين بزي يبرحلنا مالتيو كموين حد سبب حد لمدين ترانيرو زخونا نقر قلتفوين كابتي لمدتي كغدفو سلزي كلنا قدن كتنقق قالو اب زخونه يكون كنت نيرو اب حدش خيد كله وي زي فلطونه نغر زنبره باب شريعه اتيو بعمق زبله نغر بفلطت كغعز كم زلوين ازي نغر منجدنا كبز حديث زي يبرحلنا مالتيو اذا تسلسيتي قاعده وتسلسيتي مسرت كتفلت دلوا ازي نيرو مالتيو امبار ابتا رابعيتي قاعدة من القواعد الأربعة خرينا مالتي كابتن أربعة مسرتات حانت دماني تاني مجأرشا مالتيو
المؤلف انتايبل رحمة الله عليه أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين له، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. شركي أبزي وانزي زفت أمزلون كابتم توم كدامو زفت أمو زنبورو شركة سني إزي أبز حجي زرعي زلو شركي زخبادة ويبل نمنتاين ترعيلكا توم كدامو زنبورو أبجيزي رهوة كون كله شركي غورنيرم أبجيزيت أبابا تنكر كونتاتكم أم كله دماني بمولو لبم دمان نبرب سبحانه وتعالى يوجهو نيرم لكن أبجيزي نازن تراري خيو أبجيزي رهوة شركي غبر تريو أبجيزيت أبابا دماني شركي غبر مالت سلزي زخبة دخوينو أبجيكو دايزي كابتم قدام وزنو بورو مهنياتو ربنا عز وجل أب سورة العنكبوت مبل سوسان حمشتن آية قليت قلنا تم مشركين انت عينت أكايدا خمز خودو زنبورو و أبجيزي رهوة شرك غيرو ويدمان أبجيزي أبابا توحيد غيرو أبجيزي رهوة وين شرك غيرو كلو شرك إذا بحال قن اتياتهم تم قدامو زنبورو مسي بفل لايك وخط أبوهم كلو سناب ربي ملو حجز اللوغن كابز زباء سخوين. ولذلك ربنا عز وجل بزعبه ما ملكته أبصرة العنكبوت انتايلو فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أبتامر كبوم كسوك أولون كلو بفلاي أمواج كموتهم كلو بيمانين بتسقى من كرئينا ناي عكرمة قصة قالو انتهي قبرنيروم نابربي ملسو فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون كابت معبلين سببان مسموتهم سخات رح يا رب سخات تدحننا الهم توحيد غيرهم نربي مسلمانو تا مركبهم هدي مسبلت دحينهم مسوتو اب دندس اب جمجم ناي بحر مسوتحو فإذا هم يشركون مليسهم أبتا شرك زنبوروا يملسوا إلو ربنا عز وجل اتخونتاتنا تاتهم كمي كم زنبره قليت قلنا مالتيو. ولذلك زي مؤلف رحمة الله عليه كابتفق هناتو انتا إيجيرو انتا حاد مسألة خبزهن راكم نخير قصد المؤلف من هذه القاعدة أن يبين أن الشرك بعده أعظم وأغلظ من بعد اتشرك زني كاب شركي تحادة خب تحادة زخبد خمزلو كمي مالتي الزروازي تنتانينا علماء إن شاء الله كن رئينا مالتيو. وأن المشركين بعضهم أغلظ وأعظم من بعد تم مشركين تحادة خب تحادة زباء سي شرك كفر كمزلو ما يدل أن الشرك يتفاوت شركي ننحل حدو زيادة اللوم بقى نزبل طبعا بتفاسيرنا القرآن دحر زيادة طلق النار إنا بزوح نقرات كن رئينا إن شاء الله إمام السعدي زوالوين. ولذلك بسورة التوبة من بل 30 شوعة آية ربنا عز وجل تايلو إنما النسيء زيادة في الكفر إذا نزل تايرد أن مالتيو تي كفر تفاوت كم زلو مالتيو كمون قصد المؤلف أيضا أن يبين أن الشرك ولو وقع في زمان واحد فإنه يكفي في الحكم على الشخص أنه مشرك انت لا أحد سب أب شركي أب جزية أبابا وأب جزية رهوة إخلاص انت لا ألو خلونه أب جزية شرك أب جزية كحد يكون الدماء تصب خلونه ما أنت وين ده رأي جيروس انت لا تبرو انت لا دي جيرو توبة انت لا ديلوس دحان أب زخونة تزيء توحيد سلزن بورس موحد يكبها لا يكالنيو فإنه يكفي في الحكم على الشخص أنه مشرك ولا يلزم من كونه مشركا أن يشرك في جميع الأزمنة أب حد يكون تدعى شرك أنت الأجيروس أخيل ويو أب شرك ودي يقول له مالتيو. ولذلك إذا كنت دايزي كنت أقول له زلنا كبير كونتي مالتيو مهنيات رب سبحانه وتعالى نجيرونا يتكون تاتنا تتم أب جيزي أبابا خونهم كله سي توحيد قبر خمز نبور مو بأسني موحدين كونهم كاب شرك تلاقيهم مالتا يكون لا إذن هذا سب كاب شرك انت العمولو بمولو انت العدي تبريو سني مواحدو كتب له أي تخيليني خمالتو. هذه القاعدة بسدد تعريف الشرك وبيان غلظته من ناحية الكمية كموز الشرك زي سني
معنى أن الشرك بعده أغلظ من بعد تحادي خبت حادي زقدد وبعده أقبح من بعد تحادي خبت حادي زخف كم زلو والكفر أيضا يتفاوت تكفر سي درجات اللو مالتيو فالملاحدة الجاحدون أغلظوا كفرا من المقرين بربوبيته سبحانه وتعالى وإن كانوا مشركين تي فتاري يلن إلو زخحدن اتي بربوبيا نيربي وانو خلاقي وناي سمايات مريتين الله ويلو زامنن ازياتهم حد يكونون مالتهم والذي يدعو الى الكفر ويسد عن سبيل الله عن سبيل الله سبحانه وتعالى اغلظ كفرا من الذي لا يدعو وكفره قاصر على نفسه حد نابشركي دعوه زغبر دعوه توحيد زصاررن اتي نروسو طرح ابشركو خوينو ابشر كفري تاريخو زلو نبينو طرح كفري زغبرن ازي اتومين حدا ايكونون كلاتهم تحدي كاب تحدي زفالالي ولذلك امام السعدي رحمه الله عليه ابسوره الانعام مبل 130 حدن كغلصن كلو ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون تبل انتايل ولكل منهم درجات مما عملوا بحسب اعمالهم لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره له اتبعل حد شر مستبعل بزح شر سي حد يكونن مال كلاتهم درجات اللهم تتابع كالمتبوع ايكونن فللي اللهم تمرحن تمرحن رئيس والمرؤوس زياتهم فللي اللهم يبل كما ان اهل الثواب والجنه وان اشتركوا في الربح تم اهل الثواب واهل الجنه كلاتهم زياتهم زربحيهم عوتاتهم نبلهم لكن جنة بمئتهم وعوتاتهم دلو لكن فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله تفل اللي تدرجاتات ناي جنة بجكها رب سبحانه وتعالى زفلتو يلن مالتو إذن اتحادي كاب تحادي زخبد مخانو يبرهلنا مالتو إذا قاعد الرابعة بالدلة نشتي تنتاني جيرنا إن شاء الله تحستو نايزي القواعد الأربعة أبتتمت تحستو كن دمدمينا مالتو ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.